طاقتك العامة، أنت في طاقة توازن. ربما تكون عليك أموال لأحد وأنت تريد أن تعيدها إليه، أو أحد عنده أموال لك ويريد أن يعيدها إليك، أو أنت تطلب منه أن يعيدها إليك، أو أنت بالفعل تشعر بأنك متوازن في حياتك المالية، تستطيع أن تتعامل مع مصاريفك ومداخلك بشيء جيد، وأنت في حالة مادية جيدة، في وضع مادي جيد، وأنت عندك ربما مشروع معين، مشروع إنساني، تعمل أعمال إنسانية، توزع أموالك على الفقراء والمساكين، أو أنت تعمل في إحدى هذه الأعمال الإنسانية، أو ربما أنت في هذه الفترة متعند ومتشدد برأيك ومتسلط على أحد الأشخاص، ربما على الحبيب أو على أي شيء شخص آخر. أنت ترى الحبيب بأنه إنسان بسيط وطيب القلب وروحاني، وهو محب لك دائما، وهو احتمال كبير بأنه هو يدعمك ماديا أيضا، أو ربما يساندك في أعمالك التي أنت فيها، ربما تعملان مع بعض وهو يساعدك جدا، وهو إنسان جدا طيب ويحبك ويقدم لك دائما يد المساعدة. هذا الإنسان هو إنسان على الأغلب هو إنسان متدين وملتزم بالعادات والتقاليد، وإنسان صادق. هو احتمال أيضا بأنه يكون معلم روحي، معلم في أحد المراكز الدينية، أو معلم في الجامعة، في المدارس. هو إذا ملتزم في الدرجة الأولى، هو إنسان ملتزم دينيا، أو ربما أنت وهو وهذا الشخص أنتما في زواج. هذا الشخص هو أيضا يحبك، ولكنه مسيطر على نفسه وتصرفاته، وهو إنسان حكيم وواعي وعاقل. ربما كان بينكما شيء لم يظهر لي حتى الآن، أن بينكما أي زعل، ولكن هذا الشخص هو مسيطر على نفسه. أنت ربما تكون أنت المسيطر على هذا الشخص، وهو حتى الآن هو إنسان طيب ومتحمل، يتحمل منك كل شيء. هذا الشخص كما قلت إنسان روحاني وبسيط وطيب القلب. ربما أنت وهذا الشخص في زواج، أو ربما تعرفت على هذا الشخص وهذا الشخص يقدم لك البداية الجديدة. ربما تواصلتما عن طريق الإنترنت أنت وهذا الشخص. الأبراج الموجودة معي في هذه البطاقات هي الدلو، الحمل، الميزان، الثور، والأسد. والطاقات تقريبا كل الطاقات موجودة معي. نعم، كل الطاقات موجودة معي. إذن في توازن في هذه القراءة، وأنت في طاقتك العامة أنت شخص متوازن. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل. هذه البطاقة تقول لك هذا هو السول ميت لك، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو الشخص المناسب وتوأم الروح الذي ستكمل حياتك معه. إذن احتمال كبير بأن هذا هناك طاقتين،
أعزائي، طاقة لأشخاص متزوجين في هذه القراءة، وطاقة أخرى لناس يتعرفون على بعضهم من جديد عن طريق الإنترنت، وهذه تدل على هذه البطاقة تدل على ذلك، بأن هذا الشخص الذي تعرفت عليه احتمال أن يكون لك هو السولميت التي تتمناه والذي ستكمل معه بقية حياتك. هذه البطاقة تقول لك انتبهوا إلى الإشارات الحمراء من حولك، هناك علامات معينة تدلنا على أن أشياء معينة تظهر في حياتنا يجب علينا الانتباه إليها. ليس بالضرورة أن يكون خداع من طرف الشريك، لكن احتمال بأن يكون شخص ما أو إدمان ما أو أحد أو شيء ما يؤثر على علاقاتك العاطفية، وأنت يجب عليك أن تنتبه من هذه العلامات الحمراء لكي لا تخسر السولميت الذي يأتي إلى حياتك فجأة. هذه تقول لك لا داعي للقلق. هذه تقول لك عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. يبدو بأن هناك مشكلة بينك وبين هذا الشخص، هذا الحبيب، وأنت تفكر بشكل كبير بهذا الشخص، وأنت قلق نفسيا، مضطرب نفسيا، وتقول لك هذه البطاقة لا داعي للقلق، فإن الأمور إن شاء الله ستتحسن، ولكن يجب عليك أن تعبر عن نفسك ولا تكون، كن جريئا. ويبدو على هذه البطاقات جميعها بأنها هذه البطاقة عبر عن نفسك وكن جريئا تتناسب مع السولميت. هذا هو السولميت الذي ستكمل معه حياتك. هاتان الورقتين تدل على أن هذه البطاقات تدل على علاقة جديدة حصلت بينكما، علاقة جديدة بينك وبين الشخص تعرفت عليه من فترة قصيرة، وهذه تقول لك بأن لا داعي للقلق إذا كنتما متزوجين أنت وهذا الشخص. هناك هذه الطاقة الأخرى تقول لك لا داعي للقلق، الأمور ستحل، ولكن انتبه إلى علامات حمراء تدلنا على أن هناك أشياء خفية تحدث، ربما تكون هذه الأشياء هي بسبب أحد تدخل أحد الأطراف بدون أن تعرف، من أحد، من قبل الأهل أو من قبل الأصدقاء، وهذا الأمر يؤثر على حياتك، ويجب أن تنتبه لهذه العلامات، أو ربما تكون أشياء أخرى تنبهنا عليها هذه الأوراق الآن. إن شاء الله طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة فقدان وحرمان، وأنت في طاقة لوعة وحسرة على هذا الشخص. ربما كما قلت هذا الشخص قد تركك وذهب ورحل عنك وقرر الابتعاد عنك، وأنت في طاقة حزن وألم لفراقه. أنت تحن إليه كثيرا ولا تقدر على فراقه، ولكن ما زلت متمسك به حتى الآن. هذه الطاقات مختلفة لدينا، هذه طاقتك للقراءة بعكس الطاقة العامة، فأنت إنسان متوازن جدا، أو ربما كنت متسلط على هذا الشخص، متسلط، وقد حصل بينكما نزاع بسبب تسلطك، وهذا الشخص قرر الابتعاد، ولكنه أيضا في نفس الوقت هو يريد أن يكون معك. ربما كنتما في زواج وهو يريد معك، ولكنه قد مل من تسلط أو من أي شيء آخر. ربما أنا أقول هذه طاقتين وتظهر لي طاقتين. أنا سأقول بالبداية الطاقة الأولى وأعود أقرأ القراءة الثانية للكراش. فإذا كنتما في زواج، هذا الشخص يحبك ويقدم لك، وهو ما زال متمسك بك، ما زال متمسك بك، وأنت ما زلت متمسك به. أنت وراء هذا الشخص ولا تريد أن تضيعه من بين يديك، ولا تريد أن تتركه، أو ربما كنتما قد تعرضتما إلى وضع مادي
أثر على حياتكم العاطفية، وهذا الشخص لم يعد يثق الاحتمال فابتعد عنك بسبب خسارة مالية، وأنت الآن تحاول أن تكون متوازن لإعادة هذا الشخص إليك من جديد. هذه طاقة أخرى. هذا الشخص في طاقة الزواج، هذه البطاقة تدلنا على أنه هذا الشخص هو زوجتك أو زوجك، أو أنت وهذا الشخص، أنت تحب هذا الشخص وأنت ترى بأنه متزوج، وهو ابتعد عنك لأنه متزوج ولا يقدر أن يكون معك في علاقة. إذن هذه 3 احتمالات، 3 طاقات. الأولى لكراش، وأنت ترى إذا كان هذا الشخص كراش فأنت ترى هذه طاقة الكراش، هو في زواج، وإذا كنتما بالفعل في زواج أنت وهذا الشخص في زواج، إما هذا الشخص متزوج منك أو متزوج من أحد غيرك وأنت تعرفت عليه وأنت متمسك به ولكنه هو ذهب. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت ترى بأن هذا الحبيب هو في حالة حيرة واختيار، هو في حالة قلق، وحدة مع النفس، ربما هو يحاسب نفسه ويجلس مع نفسه لفترة لا يريد أن يراك، وربما قد عمل لك بلوك، ذهب وقفل عليك مواقع التواصل بينك وبينه، أو ربما هو محتار بأمره، يختارك أم يختار الشخص الآخر أو الشيء الآخر، هو لا يعلم حتى الآن ماذا يختار، هو يحاول أن يكون متوازن مع نفسه ولكن حتى الآن لم يأخذ القرار، هو في وضع أخذ قرار. وهذه مشاعرك نحوه. أو ربما أنت من قطع معه التواصل، ولكن يظهر لي بأنك أنت في حالة حزن شديد على فراق هذا الشخص، ربما هو من قطع معك الكلام بسبب مشكلة قد حصلت، كما قلت مشكلة بينك وبينه، وأنت لم تعبر عن نفسك وأنت كنت صامت في هذه الفترة، وحصلت بينكما مشكلة فاضطر على أن يقفل عليك الأبواب ويرحل عنك ويغلق عليك مواقع التواصل. مشاعر هذا الحبيب نحوك، هو يشعر بأنك أيضا قد تركته ورحلت، ربما كنت مسافر، أنت على سفر وهو في بلد آخر، وهذا الحبيب مشاعره تجاهك ربما يشعر بأنك على سفر كما قلت، أو ربما يشعر بأنه يحن إليك وينوي على أن تأخذه لعندك، هو يريد أن يكون معك، لا يريد احتمال بأن هذا المكان الذي هو به فيه مشاكل تحدث، قد حدثت لديه مشاكل كثيرة وهو يريد أن يترك هذا المكان ويتوجه إليك إلى مكان إقامتك أنت، أو ربما يريدك أن يتمنى أن تأخذه معك وتذهب من هذا المكان إلى مكان آخر وتغيران وجهة نظركما ووجهة حياتكما. هذا الشخص يحن إليك جدا، هو يحن إلى أيامكم القديمة، إذا كنتما في علاقة زواج فهو يحن إليك ولأولاده، ربما كانت الأولاد معك أو معك وهو يحن إليكم جدا وهو يتمنى الرجوع والعودة إليكم، أو إذا كنتما في علاقة جديدة في علاقة كراش فهذا الحبيب يراك بأنك السول ميت له، وهذه هي تدل أيضا هذه الورقة احتمال بأن هذا العلاقة هي علاقة سولميت، وهذا الشخص يجد بأنك أنت السولميت له وكأنه يعرفك من حياة سابقة. نوايا هذا الحبيب، هو يريد أن
يحاول أن يحمل الأحمال لوحده ولا يريد أن يشاركك بها. هو يحن إليك جدا، وكما قلت هو احتمال بأنه يريد أن يأتي إليك أو أن يدعوك بأن تأتي إليه، ولكنه عنده مشاكل كثيرة هذا الشخص، وعنده أحمال كبيرة، لا يقدر على أن يريك وجهه أو يقول لك انظر إلى هاتين البطاقتين. هذا الشخص لا يرينا وجهه في هاتين البطاقتين. يبدو بأن هذا الشخص لا يستطيع أن يريك وجهه بسبب لأنه عنده مشاكل وهموم كثيرة وأحمال كثيرة. هو مسؤول عن شيء، أو أنه أعماله المالية غير متوفق في هذه الفترة. هو يشعر بالفقر والتعب ولا يقدر أن يكون معك في هذه الفترة. هو يريد أن يحمل الحمل لوحده ولا يشاركك به في هذه الفترة. وكما قلت أعزائي، الطاقة ممتدة من تاريخ سماعكم لهذه القراءة لغاية 3 شهور. هذه الطاقات ستكون دائما هكذا حتى 3 شهور، فخذوا ما يناسبكم من هذه القراءة. لأن كثير ما عملت قراءات وقالوا لي بأن هذا الأمر قد حصل معهم في السابق، فاحتمال بأن يكون قد حصل هذا الشيء منذ فترة، لنفرض منذ أسبوع أو شهر، وهذه الطاقة ممتدة ل3 شهور من تاريخ سماعكم القراءة. أيضا خطوته القادمة هذا الشخص، هو لا ينوي أن يعمل أي شيء في هذه الفترة كما قلت. هو ينوي أن يشيل الأحمال لوحده، لكن خطوته القادمة هو يريد أن يكون معك في زواج وفي سعادة كاملة. وإذا كنتما متزوجين سيعود إليك وإلى أبنائه، ستكونان سويا بإذن الله. ولكن أعطه الوقت لكي يدبر أموره. احتمال بأنه كما قلت يعاني ماديا، يعاني مشاكل عنده في العمل، ويحمل أحمال كثيرة على ظهره، وهو مسؤول عن شيء معين. ربما يعمل أكثر من عمل لكي يجني الربح ويعوض الخسارة المالية التي أنت تشعر بها. ربما بسببه قد خسرت أموالك، وأنت تحاول أن ظهرت لي بطاقة التوازن. أنت تحاول أن ها هي الورقة. أنت تحاول أن توازن أمورك المالية، وأنت تشعر بالفقر والحرمان الآن، وهو يحاول أن يجتهد ويعمل بكل ما يقدر عليه لكي يأتي إليكم وتعيشون كما كنتما في السابق في عائلة. صحيح بأنها تكون بسيطة هذه العائلة، ولكن هي عائلة كانت جدا سعيدة. هذه مصير العلاقة. سيكون بينكما زواج بإذن الله. إذا كان هذا الشخص قد ابتعد كما قلت، فسيعود إليك وزواج. وإذا كانت علاقتك راش، سيكون بينكما زواج. ولكن هذه العلاقة سيكون بها نوعا من التسلط. احتمال أنت، هذا بالمناسبة برج الحمل، وهذا احتمال أن يكون بينكم نوعا من التسلط في هذه العلاقة، ولكن العلاقة ستأخذ أيضا مسار جميل جدا. نصيحتك لهذه القراءة تقول لك: تخلى عن قراراتك الجادة الكبيرة. فأنت عندما تكون قد تأخذ قرار، أجد بأنك تأخذ القرار ولا تتراجع عنه أبدا، ولا تعبر عن مشاعرك أبدا لهذا الشخص. أنت لا يوجد لي ورقة واحدة تدل على أنك أنت مهتم أو تحن إلى هذا الشخص. بالعكس، هذا الشخص هو الذي يحبك حبا كبيرا. أو ربما تكون هذه القراءة كلها عكسية. اعكسوا القراءة بالطريقة التي تناسبكم. ولكن هذه البطاقة تقول لنا، تدلنا على أن هذا الشخص لا يعبر أبدا عن مشاعره. وهذه البطاقة تقول لك: عبر عن نفسك وكن جريئا، عبر عن مشاعرك. إذا كنت تكون لهذا الشخص حبا، فهذا الشخص هو السول ميت لك. هذا الشخص هو السول ميت.
أرجو أن أكون قد وفقت بهذه القراءة، وشكرا لكم على المشاهدة أعزائي، وإلى اللقاء في قراءة أخرى إن شاء الله.